مزيان. اذا اول حاجه غادي نديروها شنو هي؟ غادي ندخلوا للادمين ديال كود كيت، admin.codekit.com. غادي تعطينا هذه الباج هذه اللي منها غادي نقدروا ندخلوا لي مايل ديالنا والمود باس باش نكريو ستور ديالنا الاولاني. ندخلوا المود باس ديالنا. بعد ما كندخلوا اول حاجه شنو كيعطينا هنا؟ كيعطينا باللي راه ما عندنا حتى شي ستور. كنكريو ستور الاول ديالنا، كليك على كرييت نيو ستور ونبداو بالتمارين. اول حاجه النيم ستور اللي هي شنو بغينا نسميو ستور ديالنا. انا غادي ناخذ في هذا ليكزومبل هذا مثلا نسميه ماروك شوب، مثلا ماروك شوب. هذه السميه ديال ستور نقدر ندير فيها اللي بغيت. ستور ديسكريبشن هنا لا ديسكريبسيون ديالو اللي غتبان في لي موتور دو ريشيرش، ولا شي حد الا بارطاجا اللين ديال ستور ديالك الباج داكوي كتبان هذه الديسكريبسيون. من بعد هذا الايميل، هذا الايميل هذا هو اللي كيبان لي فيزيتور ديال ستور ديالك، يعني راه مختلف على الايميل الاولاني اللي كنا درنا باش صوبنا الكونت. هذا هو اللي كيبان للناس اللي كيدخلوا، يعني يقدر يكون عندك ثلاثه لي ستور كل ستور بايميل ديالو. هنا كنديروا الايميل ديال هذا الستور هذا اللي غادي يصيفطوا لنا فيه الناس. هنا الفون نمبر، نمره التليفون ديال هذا الستور حتى هي تقدر تكون مختلفه على الاول. نقدر ندير شي نمره كما كانت، المهم من الاحسن ديرها حقيقيه لانها غتبان في الستور ديالك والناس باش يتصلوا بك منها. هنا لادريس ديالنا نديرو فيها لادريس الا بغيتي ديرها كومبليت، ما بغيتيش دير غير المدينه. حتى هاد لادريس راه كتبان في السطور ديالك للناس اللي غيتقداو من عندك. المدينه، الكونتري اللي هي الدوله، الكورنسي هنا هي العمله، يعني العمله ديال السطور ديالي. هنا خلينا تكتب اللي بغيتي فيها، يعني نقدر نكتب مثلا ام ادي، نقدر نكتب دي اش اس، ونقدر نكتب دي اش، ونقدر نكتب الدرهم. المهم تكتب اللي بغيتي في العمله. غنكتب مثلا الدرهم هكا. هنا الدومين نيم كما كتعرف بلي راه اي سيت كتكون عنده واحد السميه، مثلا google.com facebook.com. هنا شنو غنسميو السطور ديالنا؟ من طبيعه الحال في الاول في البدايه كتكون السميه ديالنا كتسالي .codekit.com. يعني مثلا الا درت هنا ماروك شوب غتكون ماروك شوب .codekit.com. تقدر من بعد ما تفاليدي السطور ديالك تسالي البيريود ديال الديمو، تبغي دير السطور ديالك اوفيسيال تبدلها، يعني تشري نون دومين كيتباع بوان تقريبا بواحد 240 درهم ولا 200 حتى 240. بوان كوم تقدر تاخذو حتى هو، ولا دير اللي بغيتي مثلا تسميه ماروك ستور بوان كوم، ولا دير اللي بغيتي فيه. المهم كأول حاجه نديرو ماروك تيري شوب. بالنسبه للسميه ديال الدومين لا بد ما نفوتوش فيها يا اما الحروف الارقام ولا هاد التيري هاد اللي هي الناقص. حاجات اخرين من غير هادو ما يمكنش نديرو، يعني نكتب الارقام اولا الحروف او لا تيري، وديما نبدا بحرف، لا بدا نبدا بحرف ونخلط كما بغيت. درت انا ماروك تيري شوب بوان كوم وندير سابميت. اذا ها هو الستور ديالي تكريا ماروك شوب، وهنايا التاريخ فاش صوبته.